شكرا يا علي. جاي برضو نشكر على دائما متابع او كل متابع لا ولا دكتور. هاي هتطلع عليها 34.7 ترانزيشن تو ماينس 3. على فكره قوه السيمي لينك انه قد ما تضلك تحكي عن فيرست فيكتور كنترول ما راح تفهم مضبوط الا لما تبدا تبني هذول وتغير تطلع على الرقم. هذا 34.7 10 تو ذا ماينس 3 راح تشوفه هلا بالتحويل من اي دي لفاي ومن فاي لاي دي. فاذا رحنا هلا هون اطلعنا جوا الموديل في اماكن معينه احنا بنحول من اي دي هيها من اي دي لفاي. هلا هون في عندي فيرست اوردر سيستم متروكه شوي هلا مع ساتوريشن، بس هي اذا بتطلع هون هي 34.7 تايمز 10 تو ذا ماينس 3. ضربت اي في ال عم تعطيني فاي تبعت الروتر. هذا هون فيرست، هذا هون فيرست اوردر سيستم له تايم بيلين. هلا خلينا نطلع بس على شغله البلس ويت موديليشن. وين بلس ويت موديليشن؟ هي الكرنت ريجوليتر. هلا المفروض يكون عندي لوك اندر ماسك. هلا اذا بتطلعوا هون المفروض يكون عندنا ريفرنس. وين الريفرنس؟ هيو هذا، مش هذا هو؟ ايوه اوكي. هلا هذا هون جاي عندنا اي اي بي سي ستار. من وين هذا جاي؟ هيو من هون. هلا هون المفروض يكون في عندنا سرعه. جايني اي كيو اي دي وجايني هون ثيتا. ثيتا من وين جاي؟ والله سؤالي كويس ما بعرف. المفروض انا فكرت انه هذا لانه هون صفه في النهايه هو راح يعمل جنريشن عليها. هاي اي دي واي كيو هذول ريكوايرد فاليوز، وهذه هون ثيتا، وثيتا جاي من ثيتا. هي ثيتا كالكوليشن اللي بطلع منها ثيتا اي. هاي هون طلع ثيتا الكتريكال وبدخل عليها الميكانيكال سبيد. بس في تعديلات عشان السليب وبعدين في انتجريشن. ليش الانتجريشن؟ عشان احول من اوميجا لثيتا. فبحسب احنا اوميجا وبعدين منها بنطلع ثيتا بتطلع معي ثيتا. هاي ثيتا اي اللي بستخدمها في الترانسفورميشن. هاي الترانسفورميشن لاحظوا، هاي الترانسفورميشن دي كيو تو اي بي سي. شو يعني؟ يعني هذا الانفرس بارك وكلاك مدموجين مع بعض مره واحده. ما بشوف اصلا الستيشنري، ما بشوف الاي اس، وهذا معكوس اللي هو اي بي سي تو دي كيو. هي اسمها الكرنت. وين اسمها الكرنت؟ اي بي سي. هي هذا على فكره هون مالتيبلكس درايف، في ثلاث خطوط دخلوا من هون الاي اي. الاي عملنا عليها ترانسفورميشن من اي بي سي اللي هي هلا هون عملنا كلارك وبارك ترانسفورميشن طلع معي الروتيشنال. هذول الروتيشنال هذا عباره عن القيمه تبعت اي دي في اي لحظه من اللحظات وين ما كانت موجوده. فهون كانه هون خلصنا من مشكله انه عندي روتيتنج فريم، فخلص انا بتعامل مع اي دي واي كيو. هاي اي دي هذه اكتشوال ما عليهاش ستار، وهذه هون اي كيو ما عليهاش ستار. في عندي واحد على زد هون على فكره، الواحد على زد بتمنع. لاحظوا هاي عم تطلع هون وايش عم ترجع مره ثانيه. السيميوليك ما بحب هذا الشيء، ما بتقدر تقول له احسب لي شغله من شغله وهاي الشغله بتروح تعتمد على الشغله اللي هو بده يحسبها. فشو بنعمل؟ نحط هون ديلي بسيط. هلا هذا في له انيشال فاليو، بقدر احط له انيشال فاليو. خلينا نشوف، اظن انه الانيشال فاليو لازم يكون في له هي انيشال كونديشن. هذا الانيشال كونديشن بحل المشكله، لانه وقتها بقول له ابدا من زيرو، بعدين خلص بتنحل المشكله بعد هيك، لانه الفاليو اللي حسبناه راح يرد يدخل هون بصير، والا راح يصير في عندنا اتريشن. اذا شبكت هذول شفت الواحد على زد ما راح يكمل السيستم. فعندي هاي هلا هون، وهذه طبعا راح تاخذ السامبلينج تايم اللي هو الزمن اللي 2 مايكرو سكندز او حسب قديش حاطين السامبلينج تايم. لاحظوا هاي لازم يجيها ثيتا ترانسفورميشن، وهاي ترانسفورميشن لازم يجيها ثيتا. هيها ثيتا من هون، وهي نفس الثيتا اللي راحت على البارك كلارك والانفرس بارك كلارك. هاي الانفرس بارك كلارك وهي الفورورد. شايفين هون فيش حاجه احنا نحفظها ونطلع عليها، هون صار عندنا هذا كله مش محطوطه بشكل ماتريكس، محطوطه بشكل ايكويشن. اذا بتطلع هون راح تشوف هاي ماخذين احنا الرقمين، هاي مبينين الكوساين، والكوساين يو يعني واحد من الانبوتس اللي هو ثيتا. اظن ثيتا هو اليو اللي موجود هون، وهذا اليو اللي موجود هون. فاخذناه ضربنا الرقم بالكوساين ثيتا وساين ثيتا، وبعدين عملنا التحويلات الثانيه اللي بتصير اللي هي اظن هذا البارك وهذا بصير الكلارك. وهي دخل عندنا الكرنت من هون، والكرنت بعدين بنطلع القيم تبعته. فهي هون صارت واحده من الترانسفورميشنز وهي الثانيه. هلا اخر شيء خلينا نشوف بس الهستريسز. الكرنت ريجوليتر، فكره الكرنت ريجوليتر هون مختلفه شوي. فكره الكرنت ريجوليتر مختلفه عن الترانجوليشن اللي بنعمله هون. بنشوف الكرنت اللي احنا بدنا اياه والكرنت الفعلي وبنقارن بينهم باستمرار. اذا كان واحد اعلى من الثاني بنطفي الترانزستور وبنشغله. هاي مختلفه تماما عن الترانجوليشن. بس عشان ما اضلش اطفي واشغل شو بنحط؟ بنحط هستريسز باند. انا بعرفش هاي لو احنا
خليني اذا طلعنا تحت الماسك بتبين معنا بشكل اوضح. هي هاي الهستريسيس بالانس، هاي بامكانك تجيبها من اذا رحت على السيمولينك ديسكونتينيوتيز بتقدر تنزل هستريسيس بان وتحط فيها الفاليو اللي موجود هون. هلا هون هدول لاحظوا البلسز راح يكونوا اون اوف 1 و0، ففي عندي ترانزستور وفي ترانزستور معاكس له، فلما يكون واحد شغال الثاني بيكون طافي. فايش في هون؟ نط. بس لانه النط ما بقدرش اعملها غير على بوليان، ايش اضطرينا نحول؟ من دبل لبوليان عملنا نط على بوليان، نط على دبل ما بتزبط راح يعطيك ايرور. بعدين شو رجعنا مرة ثانية؟ رجعناها لدبل، بعدين دخلناها على ترانزستور. كم خط عندي هون؟ 1 2 3 4 5 6، ليش 6؟ 6 ترانزستورز، لأنه 6 بلس، 6 ترانزستورز. وهون بصير عندنا عمل قارن كل اي اي مع الاي اي المطلوب. هي ستار هو ريكوايرد وهذا الفعلي. بقارن الاثنين مع بعض والاثنين مع بعض والاثنين مع بعض، 3 كارنتس. إذا عندي الأوتبوت هاي أو لو 1 أو 0 بس راح أطبق شوية هيستريسيس. فراح يصير عندنا بديش ارسم على هذا الموشن هون، راح يصير عندنا بهذا الشكل، هي الريفرنس كرنت اللي بدنا اياه هذا ستار، وبصير عندي الكرنت الفعلي راح يطلع شوي فوق، بعدين ايش راح اعمل؟ راح اطفي الترانزستور، راح يطلع شوي فوق واطفي الترانزستور، والباند اللي بتحرك حواليها هي الهيستريسيس باند اللي حطيناها بشوي، هاي بتختلف عن طريقه الترانجليشن. الفريكونسي واضح هون انها موجوده وين؟ من وين راح تيجي الفريكونسي؟ من قيمه الكرنت اللي موجوده. اوكي اطفي بالله العظيم. ماشي، اذا احتمال